supercalifragilisticexpialidocious. We're not ready, trust me, see my face. Supercalifragilistic. We're gonna do it again. Where you guys get this? فيكم بحلقة جديدة من برنامج Good News. اليوم معنا طفلة مصرية عمرها 10 سنوات بتقدم محتوى ثقافي ومعلومات شيقة، تخطف قلوب الصغار والكبار بمقاطعها، ودائما بتقدم معلومة جديدة. رح تكون معنا تاليا علي، بس قبل ما نلتقي فيها ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، تكتبوا لنا بالكومنتس مين حابين نستضيف بالحلقات الجاية. يا هلا والله تاليا، كيفك؟ الحمد لله. انت عامله ايه بقى؟ انا الحمد لله منيحه. تاليا، هاي السيجنتشر تبعك بكل الفيديوهات، شو قصتها؟ القصه بتاعتها يعني هي مش غريبه، هي عاديه. يعني مره في فيديو، يعني فيديو عادي جدا، الهوك بتاعها كان يعني very interesting، فقررت ان انا يعني افتكرت الايموجي بتاعت mind blown، فقررت ان انا ممكن اعمل، ويعني من ساعتها يعني قررت ان انا اعملها في فيديوز ثانيه، ودلوقتي بقيت بعملها في كل الفيديوز بتاعتي، وكتير حلوه وكتير مميزه يعني ماي سيجنتشر. تماما. طيب ليش اخترتي المحتوى التعليمي؟ هذا المحتوى بيطلب جهد وتعب اكتر. بصي انا هقول لك يعني انا ازاي بدات، وبعدين هفهمك انا ليه كنت عايزه المحتوى ده. اوكي. فبقى لما انا كنت في grade 2 انا كنت تقريبا 7 years old، والتيتشر بتاعي كان على طول بيخلينا ان احنا نعمل فيديوز اونلاين، عشان بقى احنا كنا في كوفيد واونلاين ليرنينج كل الكلام ده. فبقى كان بيخلينا ان احنا نعمل فيديوز عن how to be responsible covid 19، how to wash your hands properly، وكل الحاجات دي. One of the things we always forget to do is washing our hands, and that's not good. You should wash your hands after using the toilet, before, during, and after preparing food, before eating. Did you ever recycle or use a bike instead of a car? Well, you should, because it's Earth Day! Age doesn't matter. Hi, my name is Talia. I'm born in the UAE, I live in the UAE, and quarantine has changed my life. فبقى لما كنت بعمل شنن الفيديو بتاعي كان بيقول لي واو، your enthusiasm is awesome. وانا فعلا حسيت ان انا كده comfortable in front of the camera، وان هي يعني my best friend. فقررت ان انا افتح انستغرام اكاونت. بس يعني انا اصلا عادي يعني وانا كنت صغيره، اصغر من وانا كنت في grade 2، كنت يعني بدخل الاوضه لوحدي وبصور فيديوز وانا مثلا بلون، بقرا كتاب، كل الحاجات دي عادي جدا، وكنت بحب جدا الموضوع ده. فسألت ماما وبابا لو عايزين ان انا افتح انستغرام اكاونت، وقالوا اه. بس بقى هجاوبك على السؤال، انا ليه اخترت المحتوى ده؟ عشان انا كنت عايزه اكون يونيك. فانا قررت ان انا يعني ادي educational معلومات educational، بس يعني لو بس كده يعني educational اوكي الناس هيتفرجوا عليها، بس هيكونوا كده شويه بورد. فقررت ان انا اعمل اد شويه فن عليها، ف education plus fun equals entertainment. واو، صراحة very interesting. طيب تاليا، مين ساعدك بعدين باختيار المحتوى والفيديوهات والأفكار؟ أوكي. أنا بجد lucky جدا إن عيلتي كلها هي اللي بتساعدني. يعني أنا ولا مرة جبت حد من مثلا من بره يعمل سكريبت، أو حد من بره يعمل edit، لأن my sister اللي عندها 14 years old اللي اسمها ليان هي اللي بتعمل لي edit على طول من أول يوم بدأت. وبرضه مامتي هي اللي على طول بتكتب لي السكريبت، هي literally المين في كل الافكار. انا وهي بنقعد اوقات كده مع بعض وبنقول مثلا احنا مثلا مش عارفين ليه ده مثلا بيحصل، بقى بنعمل سيرش عنه، وبقى هي بتكتب السكريبت وبتفهمه لي كويس جدا، وبقى بنبدا نصور، وبابا هو اللي بيصورني. ف we're a working team، بس family team. قد ايه حلو. طب قد ايه بتجنني اهلك بالتصوير؟ كتير.
كتير. كم مرة بتعيدوا تاليا؟ كتير، يعني مثلا مرة فضلت في one sentence كتير جدا. تاليا انت عم تحكي معلومات، فهل صعب عليك انك تحفظي المعلومة؟ انا مش بحفظها، انا بس بفهم السكريبت كويس جدا وبعدين بقى بنصور. طيب تاليا انت عمرك 10 سنين، هل الاشخاص بتتقبل منك المعلومات او بتشكك فيها؟ يعني ساعات بيحصل الموضوع ده، بس انا متاكده من المعلومات لاني انا ومامتي على طول يعني بنعمل سيرش ويب سايتس كتير، يعني مش بس وان ويب سايت، لا كتير. وبرضو انا ما عنديش مشكله خالص لو حد مثلا بيقول رايه حاجه تانية من اللي انا بقوله، او مثلا بيضيف معلومه على اللي انا بقوله، ما عنديش مشكله خالص، بس لازم باحترام. عملتي تحدي كتير حلو مهضوم كان مع الممثل احمد حلمي. مش حلو فيديو، مش حلو. ما هو الفيديو مش حلو، يعني في شويه حاجات التصوير حلو بس هي مش حلوه. حرام عليك، الفيديو مش حلو. انا شايفها، انت مش فاجئني ما حد اتفرجني عشان لا ده ليه يا حلمي كده؟ حلوه مش حلوه. طيب والبنت؟ حلو، البنت حلوه بس ما هيش حلوه. كان هدي لك فرصه تاليا، كيف طلع ببالك هي الفكره واحكي لنا اكثر عنها. الفكرة دي برضو كانت بالصدفة، لأن أحمد حلمي الإعلان بتاعه اللي هو طب هقولها على هادي أندر، لأ لا دي تقريبا افتكرتوه، مش عارفة ولا افتكرتيه ولا لأ، بس أوكي هو كان لسه مطلعه، وإن أنا فكرت إن أنا ممكن أتحداه عشان كل الناس كان بقى بتعمل ريبوست الإعلان بتاعه، وكانوا بيعملوا ليب سينك وكل الحاجات دي، فانا كنت عايزه اعمل نفس الحاجه، بس اكيد كنت مش عايزه اعمل ليبسينج، كنت عايزه اعمل حاجه زي اللي انا بعمله اوريدي، يعني educational شيء كرييتيف جديد كمان. ففكرت ان انا ممكن اجيب كلمه وان انا اتحدى احمد حلمي، بس يعني ان هي تكون بالانجلش عشان هو على طول بيقول ان هو مش احسن حاجه في الانجلش. اوكي فجبت كلمه طويله، وهي كأني كده بقول اي كلام، وهو برضو في الاعلان بتاعه كانه برضو بيقول اي كلام، ف it would be the best mix ان انا اقولها مع بعض. وهي الكلمه by the way supercalifragilisticexpialidocious، وهي معناها اكتر بكتير من amazing. انا بقى بتحداكي انتي تقوليها supercalifragilisticexpialidocious. ready set go. supercalifragilisticexpialidocious. بس كده. اوكي. وشارك فيها صناع محتوى ومشاهير، مين من المشاهير شارك معك ومين المشاهير رفض انه يشارك؟ بصي هو ابن حتوته شارك، وبرضه his brother شارك، وبرضه اصحابهم كتير منهم وقالوها بجد كويس جدا. مو مثلي، ما حدا عانى مثلي او تدربوا عليا. ممكن، الله اعلم. مين رفض يشارك؟ بصي هو ما فيش حد بجد يعني اللي هو قال لي لا انا مش عايز اعملها او حاجه كده، بس يعني في ناس شافوها بس يعني مش عملوها، زي مثلا احمد حلمي هو شافها ونقل التحدي لمحمد صلاح وشيكو، مش عارفه لو هم شافوا ولا لا، بس ممكن شافوا بس كانت صعبه عليهم مثلا. واحمد حلمي قال لي ان هو كانت صعبه عليه وان هو محتاج تدريب ان هو يعرف يقولها. ساره صبري برضو ادتني سبورت كبير جدا وقالت لي ان يعني حلو قوي المحتوى اللي انت بتعمليه، بس برضه ما عملتهوش. عمر فاروق ما شافهاش. ان شاء الله هلا بهي المقابله بيشوفها وبيعمل التحدي. تعالي، كم شخص عملتي له انفولو بعد الشهره؟ زيرو. صفر. طب ليه منشوف ارقام المتابعه عندك قليله؟ انا يعني مش لاقيه قوي حد اللي هو الكونتنت بتاعه شويه زيي، especially يعني الصغيرين مش شايفة يعني أو مش لاقية خالص الناس الصغيرين بيعملوا content creation كده، فبحاول على قد ما أقدر إن أنا ألاقي المحتوى ده، بس حتى هو مش لازم إن هو يكون content creation زيي خالص، أنا بعمل follow الناس اللي أنا بحبها أو الناس اللي أنا شايفة إن أنا عاجبني their content بعمل لهم follow على طول. ضليتي عاملة follow لرفقاتك بعد الشهرة؟ لسه عاملة لهم أكيد. وأصلا حتى لو أنا يعني رقم اكبر من كده عادي برضه لسه هعمل لهم فولو. صار عندك اكثر من 430 الف متابع، شو هي احلامك لسه؟
انا نفسي ان انا اعمل my own merch، يعني بجد نفسي نفسي جدا. ده يعني حلمي ان انا نفسي احققه بجد. ان شاء الله يا رب تحققيه وبتوصلي ان شاء الله. خلينا نروح هلا لاول تحدي مجهز لك يا شو رايك؟ اوكي يلا. ساليا عرفت انك انت بتحبي الامثال، لهيك قررت انه انا اتحداكي بالامثال السوريه ضد المصريه. اوكي انا جهزت لك 5 امثال سوريه. وانا كمان جهزت لك 5 امثال مصريه. اول مثال بدي اياكي تحذري اخر كلمه بس، تمام؟ يلي بيته من ازاز ما بيضرب الناس بالحجار. برافو. مين لقى احبابه نسى اصحابه. اوكي. عمال منيح وكب البحر. صح. اقلب القدرة على فمها تطلع البن لأمها. اوكي. هي عنا يمكن كمان بالسوري، العين بصيرة والايد قصيرة. صح. اللي الدنيا علمته مش زي اللي امه ما يكحته. اذا بدك تحيره تخيره. تخيره صح. جات الحزينة تفرح ما لقيتهاش. انا يا بسوري اجت الحزينه لتفرح ما لقيت لها مطرح. واخر وحده لو كان في خيط ما رمى. لا دي بصراحه مش عارفه. لو كان في خيط ما رمى طير. اوكي برافو. طيب واخر وحده على قد لحافك مد رجليك. سهله. هلا الحلو انه نتشابه نحن بالامثال، يعني أوه. انا عم بقدر اقلب اللهجه تبعيتك لسوريه لاتذكر المثل. طب تعالي خبريني قصه شي مثل. اوكي فانا عارفه قصه على قد لحافك مد رجليك. اوكي. فهو كان في ولد ايه؟ وباباه كان غني جدا. اوكي. بس لما باباه مات الولد ده اخذ كل فلوسه. اوكي اوكي وصرفها على الحفلات وانه بيخرج بره مع اصحابه لحد ما خلصت كلها وطارت. فبقى طبعا بيته خلاص، فكان بقى لازم يروح يشوف شغل. فراح اشتغل في مزرعه، والولد اللي كان بيعمل اون المزرعه دي شاف انه مش عارف يشتغل، يعني كان حاسس انه ولا مره اشتغل قبل كده، فقرر انه يروح يساله يعني ايه قصتك. فبعدين شرح له ان انا بجد عملت غلط وان انا صرفت كل فلوسي. اوكي. وهو قال له بص انا مش عايز اجبرك على حاجه، فبس بشرط ان انت تتجوز بنتي. طيب ففعلا اتجوزها، والراجل بتاع المزرعه جاب لهم بيت جنب المزرعه وقال له بص انا عايزاك على طول تفتكر ان الفلوس اللي هتكسبها من الشغل بتاعك يعني تصرفها على قدها. وفعلا من ساعتها جت المثل على قد لحافك مد رجليك. الله. برافو عليكي، كيف تقدري هيك تحفظي القصة يعني تفاصيلها؟ انا بصراحة يعني مش حفظتها، انا بس بحاول ان انا افهمها كويس جدا، واللي مش فاهماه مثلا اسال ماما او بابا عشان بجد افهمها جدا وهعرف انا اقولها بطريقتي. طب انا في عندي كم شغلة لسه بدي اسالك عليهم ببالي، خليني هيك اسالك عليهم تحكي لي قصصهم، شو رايك؟ ماشي. يلا بالتحدي اللي بعده. تاليا في كم شغله يعني هيك الواحد بيفكر فيها ونفسه انه يعرف شو اجابتها. هلا بما انه في دبان، الدبانه بنشوفها بتفرك ايديها. هلا نحن ما بعرف بيجينا شعور انه يلا هي الدبانه كانها بدها تسيطر على العالم. شو القصه؟ لا بصي هي مش بتسيطر على العالم خالص. انت عارفه هي بتعمل ايه؟ مش هتقدري تصدقي. هي كده بتنظف نفسها. عن جد؟ بتعرفي انه انا كنت اتخيل انه هاي الدبانه، يعني اذا شفت الدبانه قدامي شفتها عم تعمل هيك ايديها انه هي عم تتجهز لتقرصني. انه واحد اثنين عشان هيك نحن دغري منكشها. هي بتعمل كده عشان تنظف نفسها، لان بالنسبه لها النظافه مساله حياه او موت. اوف. يعني يمكن الدبان انظف شيء من الحشرات. ممكن. طيب تالي ليش كل شيء بندرسه قبل الامتحان بننسى؟ اوكي بصي بقى،
أنا يعني الموضوع ده بجد يعني غريب، لأنه في ناس بيذاكروا الامتحان قبله بيعني ساعة 10 minutes، فيعني أكيد هينسوا كل حاجة لأنه مش بيذاكروه على فترات مختلفة. هو ده اللي احنا المفروض نعمله، وهو ده اللي أنا بعمله كده. هو بتعرفي شو، أنا وقت الأيام الامتحانات أنا كنت أدرس قبل الامتحان وفوت على الامتحان أتذكر وين موجود بالصفحة بس ما أقدر أتذكر المعلومة. طب ليه منحك راسنا لما نفكر؟ أوكي، دي دماغنا بتبعت لنا رسالة وبتقول لنا اهدى كده لما مش عارفين نفكر في حاجة أو مش عارفين إن احنا نختار ما بين حاجة، فبقى بتبعت لنا رسالة، الرسالة دي وبتقول لنا اهدى شوية. عن جد كمان دائما بيجينا هذا السؤال، يعني للسوبر ماركتس والشركات اللي هي بتصنع الشيبسات، ليش بيكون الشيبس نصه فاضي؟ يعني هل هن عم يضحكوا علينا انه ليش ما معبينه اكثر، حتى مصير نتنافس انه ليش هذا الشيبس مملى شوي اكثر هذا اقل. يعني انا اصلا بتعصب جدا لما بجيب شيبس مثلا قد كده ونصه فاضي، ولا يعني اقل من نصه حتى this much وهو اصلا قد كده. شو السبب؟ فهما النص التاني بيملوه بغاز النيتروجين، بيخليه انه لما بينقلوه من مكان لمكان ما يتكسرش، فهما مش بيضحكوا علينا خالص، هما اكشلي يعني بيساعدونا ان هو مش يتكسر بقى. يعني احنا خلص لازم نتوقع هذا الشيء هلا من كل الشيبسات، مو انه ممكن شركه تكون معبيتها شركه لا. طيب تعالي، هل حقيقه انه النحل بعد ما يقرصنا بيموت؟ هو فعلا بيموت. هقول لك ليه، لان احنا جسمنا سميك، فلما بقى بيقرصنا ابرته ما بيعرفش ان هو يطلعها، فبتسيبها وتمشي، فبقى بتسيب معاها حته من بطنها وحته من الجهاز الهضمي وكمان عضلاتها، فخلاص بتموت. طب ليه تقرصنا من الاول؟ طيب شوفي، هلا نحن اوقات كلياتنا يعني لما نحلم حلم وبكون حماسي ومنتحمس كثير وبدنا نوصل للنهايه تبعيته من فيه. انا اصلا بجد يعني بتعصب جدا لما ده بيحصل، عشان يعني ماي جود نفسي بجد اكمل الحلم ده، بس في نصه يعني في اخره بصحى على طول. بتعرفي ياما بنحاول انه نحن نرجع ننام بس مشان نكفي النهايه، احنا بنصير نقول لعائلنا اوكي انا وصلت لهون يلا النهايه بليز. ده بيحصل عشان عقلنا بيتفاعل مع الحلم كاننا صاحيين بالظبط، يعني بجد كاننا بجد صاحيين، وبقى بنفرز هرمون الادرينالين وضربات قلبنا بتزيد على حسب الحلم، يعني مفرح ولا محزن ولا مخيف، فبقى بنحس بيها كاننا صاحيين بالظبط. حقيقه في كتير احلام كانت تجينا انه عم نوقع من مكان عالي بس انه ما بنوصل لتحت بس احنا عم نوقع. انا اصلا مره حصلت لي وصحيت كده، هو انا كنت هقع؟ يا عن جد شكرا انك اعطيتيني هاي المعلومات، صراحه ما كنت بعرف تفسير كل وحده. هلا حابه اتعرف على شخصيتك اكثر تاليا باسئله عشوائيه، يلا. اوكي اكيد. تالي حابه اتعرف على شخصيتك اكثر واعرف هيك كيف بتفكري، رح اسالك اسئله عشوائيه. اوكي. اذا فيكي تعملي شوبينج مع اي شخصيه مشهوره او يوتيوبر، مين بتختاري؟ اوكي، فبصي انا يعني مش بتابع جدا الفاشن والمودلز وكل الحاجات دي، ويعني برضو الناس هنا، بس يعني لو كنت لازم اختار كنت اختار يعني هاديه غانم. طلع لك المارد السحري وعطاكي 3 امنيات، شو بتتمني؟ اوكي، فاولا واكيد ان عيلتي تكون سيف، وثانيا ان ماي سوشيال ميديا بلاتفورمز توديني مكان احسن، وبعدين اخيرا ان كل الفقراء يعني يلاقوا بجد مكان ان هم يعيشوا فيه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لو كان عندك اخت توام مثل روان وريان، شو بيكون المحتوى تبعك؟ اوكي، اكيد كنت هعمل المحتوى اللي انا بعمله دلوقتي. وبجد انا محتاجاها ان هي تيجي دلوقتي عشان هتسهل عليا جدا. لو عندك القدره انك انت تعطي الاشخاص شيء ببلاش، شو بتختاري يكون؟ السؤال ده صعب، بس مثلا
كل الناس اللي جعانه يعني اصلا يعني in general كل الناس وكل المطاعم يعني تكون for free يعني المطاعم ببلاش. قد ايه بتحبي الاكل؟ بحبه بس ما بحبش اجرب الاكل يعني ما بحبش اجرب اكل جديد خالص. مالك جريئه بهذا الشيء؟ اجرب اكل؟ لا شكرا. اذا معك الامكانيه انك انت تغيري محتوى يوتيوب، شو المحتوى اللي بتشيليه؟ يعني عشان انا مش بتابع قوي يوتيوب يعني مش عايزه اغير ولا يعني اخلي حاجه. ايه عشان يعني everyone has opinions، مثلا لو حد بيحب جدا الحاجه دي وانا شلتها هيتضايق، فانا مش عايزه اضايق حد. الله عليكي، شو هالاجابه الرائعه. طب لو معك ملايين الدولارات تاليا، شو بتشتري فيهم؟ اوكي، فاولا يعني هتبرع بفلوس كتير عشان اديها للفقراء، وكمان ان انا هشتري العاب عشان اديها للاطفال برضه الفقراء، وبقى هدي عيلتي برضه فلوس عشان لكل the past years اللي هم they were يعني treating me so good in، و I'll give them فلوس كتير. طب وقالك انت شو بتشتري فيهم؟ لنفسي؟ ايه مثلا هعمل my own business. هبدأ سمحوا لك تعملي ميزة جديدة على انستغرام. لا استني، في حاجة تانية عايزة اعملها. اد لماي ليست. قولي. انا عايزة افتح فارم عشان انا بجد بحب جدا جدا الانيمالز، بعشقها. وبرضه هربي خيول فيها لاني بحبهم جدا، ومرة ركبتهم وانا كنت صغيرة and it was so fun. يعني it was the best experience. اللاينز. حلو. فيك تعملي ميزة جديدة على انستغرام، شو هي؟ فأنا كنت هخلي الالجوريثم سمارت، أنا عارفة إنه هو أوريدي سمارت بس أنا عايزة أخليه سمارتر عشان إنه ينشر أكتر المحتويات اللي يعني المفيدة، يعني اللي بجد يعني حلوة بس مش متشافة قوي دلوقتي، أنا عايزة إن هو ينشرها أكتر. طيب شخصية مشهورة نفسك تقابليها؟ اوكي، انا عارفه ان انت ولا هتعرفي ان انا هقول كده. غيث، انت عارفه مين غيث؟ لا. غيث اللي بيعمل سيريز في رمضان وبيدي يعني كل الفقراء، بيعمل حاجه رهيبه يعني بجد، ان هو بيدي الفقراء يعني حاجات ويعني بيساعدهم، مثلا بيديهم بيوت وبيروح different countries، وبجد يعني بيعمل حاجه واو يعني ممكن نعمل دلوقتي ليه. بتحبي تشاركي ببرامج خيرية؟ نفسي بجد، نفسي أشوفه عشان هو مش بيوري وشه، هو بيتكلم بس بيغير صوته، فأنا بجد يعني عندي الفضول جدا إن أنا أشوف وشه وإن أنا بجد أسمع صوته. ما بتحسي إذا هو ورجى وجهه يعني هيك رح يختفي الحماس عند العالم؟ لا خالص. هلا ليكي مجهزين لك المتابعين أسئلة وبعتوها خصوصي إليك، فخلينا نروح نشوفهم سوا. يلا. نزلنا بوكس على السوشيال ميديا تاليا وطلبنا من المتابعين يكتبوا لك شو عندهم أسئلة. صارت عندي الأسئلة. أول شيء عندنا من محمد بيقول لك كم أخ وأخت عندك؟ أنا عندي واحدة اسمها ليان عندها 14 سنة. الله يخليك إياها. رانيا بتقول لك عشتي قبل بمصر وأيمت رح تزوريها؟ لا أنا ولا مرة عشت في مصر، بس أنا على طول بزورها في الصيف إن شاء الله. دانا بتقول لك شو لونك المفضل؟ بيربل، بس مش أي بيربل، لافندر بيربل. طيب ولانا بتقول لك عندك حيوان أليف؟ ايوه انا عندي قطه اسمها توفي، وبجد انا بحبها جدا عشان انا اصلا بحب جدا جدا القطط. اتس ماي فيفرت بات. اديلا عندك امتى جبتيها لتوفي؟ مثلا كان عندها دلوقتي سنه وشويه، اكتر من نص يعني. اهلك جابوا لك اياها هديه او كيف؟ فور ماي بيرثدي بريزنت. حلو، ما حدا عنده مشكله عندكم او بيتحسس من القطط؟ لا خالص الحمد لله. تاليا خلصت هيك المقابله وكثير انبسطنا معك. وانا كمان والله. خبرينا كيف كانت الحلقه، صعبه عليكي حلوه كيف؟ حلوه جدا. طيب يلا انهي من عندك. ثانك يو جايز فور واتشينج، ما تنسوش ان انتم تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتكتبوا لنا في الكومنتس ايه رايكم. اوكي دون. You were filming? You were filming? Oh. Yes, cameras. Yeah? So? You're... We're gonna do it again? Where are you guys? Good day. You guys are pranking us, right? No. No, no.
The whole thing? But how you guys sold the sun from this thing? What? It's a prank, right? We're not ready for any prank. Trust me, see my face. Because they told us the sun from that one.